اهدى اهدالي عشان انت بتعور. اهدالي وريحني. تعالالي تعالالي ماشي وحضني. مش قادر. تعالالي وحضني. بتعمل ايه؟ مش انت اللي بتقول حضني؟ انا بقول له عشان يقعد يا حمار. طيب اهدالي استنى. تعالالي كده تعالالي ريحني انت. بالراحة اقعد بس اقعد عشان تعبان. بالراحة عشان تعبان. اهدالي بس اهدالي وما تقلقش قوي كده. الخربوشتين اللي في دماغك دول يومين ثلاثة ويروحوا. يا ابني يومين ايه يا مكياج؟ تقلقش حط بس دماغك في ميه ساعة أو سخنة، المهم تحط دماغك في أي ميه وخلاص. ها ناويين على إيه؟ هنفضل كده ولا شغلة ولا مشغلة؟ بقول لكم يا جدعان، إيه رأيكم نفتح مشروع؟ في حاجة في دماغك يعني ولا بتقول أي كلام؟ لا يعني ممكن نفتح مشروع مثلا مترو. مترو إيه؟ مترو أنفاق ولا مترو سوبر ماركت؟ لا مترو الأنفاق. نفتح مترو أنفاق؟ ايه انت متخلف يالا. انت عارف مترو انفاق ده بكم؟ كام يعني؟ بيتعمل ب 2 مليار جنيه وبيجيب في الاخر 10,000 جنيه. انت عبيط ياض. طب نعمل طفطف صغير جنبه يمشي جنب. مش هنعمل. انت مش هتعمل. احنا هنشتغل وانت تخرج وتلعب وتجري وتفرح بس. قول يا باشا ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ هقول ايه بعد كلام اتنين هطل زيكم؟ هنزل اشتغل زي زمان واكسب من عرق جبيني لحد ما ربنا يفرجها بقى. ربنا يفرجها بس انت بقى حط دماغك في بتادين والنبي لحسن منظرها بقى مقزز قوي. التعاوير في دماغك اكتر من الشعر وعهد الله. والله بقى شبه البصلايه. خلاص يا عم. تجيت يا موكوس انت والمواكيس. وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ايه السواريهات دي؟ انتوا كنتوا في حفلة تفكرية ولا ايه؟ شوف يا اخي البني ادم اما يبقى ليه عين يتكلم. جولييت الحرم مع بنت القباطين. يا قبطان. ولا دمي انا اللي اقول لها بس. ضحكت عليا العيال. انت مضحكة علينا مصر. عودي ساكت. ماشي خد يا خبش. خد جواب ده جالك وانت بره. ايه يعني جواب ايه يعني؟ ده شكله ايطالي عليه النسر بتاع ايطاليا. ايه ده ايه ده؟ لو ايطالي ادوني انا ترجم. طب خد كده فليطة. ايه ده؟ لا ده ايطالي صعب قوي مش من السهل بتاعنا. لا مش من السهل؟ مش عارف. يا نهار ابيض لو اللي في بالي طلع صح. الجواب ده من ايطالي على فكره. الله يحبك يا فراشه. ما احنا عارفين انه بالزفت بالايطالي. امال احنا جبناك ليه؟ مكتوب فيه ايه يا قاضي يا حاج؟ مكتوب انكم اتقابلتوا في مسابقة افلام وحسافروا روما. خلاص 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 بس خلاص 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 خلاص. وايه تاني؟ وحاطين كمان العنوان عشان تروحوا تقدموا ورقكم. خلاص 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 بس يا امتى الميعاد؟ يوم 12. الميعاد ده كان اول امبارح يا اغبية. لا حول ولا قوة الا بالله. السفرية باظت باظت بسبب الغباء. نسينا 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 ان احنا مسافرين. وفي كده صحيح التخلف ملوش مكان. قاعد بقالي 20 سنة بلعب حديد الا ما طلع لي عضلة غلط حتى. بلاش قرف بقى. قرفونا وركبونا الهم. فاضي اكلمك في موضوع مهم؟ لا ده انا فاضي قوي. ان شاء الله تحكي لي حدوته. حورس يا ابني انت كبرت دلوقتي وعاوز اكلمك في موضوع مهم. عايز تكلمني في ان انا كبرت يعني؟ هنقعد بقى نحكي في سنين عمر عدت؟ طب ما انت كمان كبرت. افضحك دلوقتي قدام الناس وقول عندك كام سنة؟ انا عاوز اكلمك في موضوع مهم. يبقى قول موضوع مهم. انما كبرت بقى والشغل ده انا من لحمك ومن دمك وفاسك. ما ترميش الكلام عليا عشان ما نبوظش الدنيا. بصراحة كده عاوز اكلمك في موضوع الجواز. وانا برضو كنت عايز اكلمك في كده يابا. كويس ان انت فتحت الموضوع. انا عايز اتجوز يابا. عايز اشوف بنت مزة تدلعني وادلعها وتطلع الطاقة السلبية اللي جوايا. أنا مالي ومال مشاكلك والمزة اللي أنت عاوز تعرفها والطاقة السلبية اللي جواك. أنا عاوز أطلع الطاقة السلبية اللي جوايا. أنا عاوز أتجوز. أنت يابا؟ وأطلع أمك. تتجوز وتطلع أمي؟ أيوة. الاتنين؟ أيوة. أنا مش هعمل حاجة. أنا هقول لأمي بس.
حورس. هقول لها ابويا عايز يتجوز ويطلقك الاثنين. بلاش يا حورس. شوف الجبروت يما. يما ابويا بقى جبار. عايز يتجوز ويطلقك الاثنين. الاثنين يابا. تتجوز وتطلقها الاثنين يا اب يا فاسد يا فاشل. طب افرض قرايتك جت مع واحده صغيره تقول عليك كبير تعزاك وسط الناس يا فاسد يا اب يا فاسد. عايز ايه؟ عايز تبوظ الدنيا يا ابويا واطلع زيك في الاخر انا واطلع مراتي واتجوز تاني يا فاسد. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الظروف اللي بتخلي الراجل منين هنحرف. امال انت فين يا امال يا حبيبتي؟ امال حسنه قليله تملى بلاوي كتير يا امال. امال في ايه يابا اللي انت عامله في شعرك ده؟ انت هتطير ولا ايه؟ انت كيت بكتيريا كويس يا ابني. ايه يابا ده؟ ايه ده اللي انا شايفه ده؟ اوعى تكون استحميت يابا. ايوه يا ابني عايز ابدا على نظافه. نظافه؟ طب مالك في ايه اللي انت عامله ده؟ عايز اكمل نص ديني. معقوله يابا هتحج يا ابني؟ النص يعني ايه النص الحلو؟ ايوه اتجوز يعني. تتجوز يابا؟ احنا لاقيين ناكل يا ابني. ولاد الحلال كتير، ولاد الحلال كتير. امان امان اوعى يا امال تنسيني. يا امال اوعى يا امال تسمعي كلامي. اوعى اوعى يا امال. ابويا اتجنن يا امال. اسمعي كلامي انا يا امال. يا لهوي امال انت فين يا امال؟ يا نهار اسود يا جزمه. اهو كده بقى غوافير مختلط. ما تيجي خد لك دقنك. فهمت بقى يا معلم بكر احنا عايزينك في ايه؟ خلاص فهمت بس الاول اطلبوا لي لبن. يا ابني دي رابع كوبايه لبن تشربها، انت بترضع؟ ايه يا عم هتنق عليا ولا ايه؟ الله اكبر. يا ابني مش بينق، هنجيب لك كوبايتين مش كوبايه واحده، بس اعرف بس الاول ايه المطلوب؟ خلاص انا عارف والله انا اعمل ايه. حاجه سهله جدا اقسم بالله، يعني هديله بالشبشب في دماغه. حاجه سهله بسيطه جدا اقسم بالله. هو مين ده اللي هتديله بالشبشب في دماغه؟ ده الراجل قد الجاموسه لو نفخ فيك هيموتك. عم غور ولا ما تالفش خطط يا افهم ايه المطلوب منك بالظبط. المفروض ان انت تروح تسحل الراجل وابنها هيتصرف في الباقي. يوه ولو انها اول مهمه ليا بس كان نفسي تكون اصعب من كده. بس ماشي استبينا. ممكن يا معلم بكر يعني ننجز عشان انتصار وحشتني قوي. طب واللبن؟ يا عم هجيب لك معزه كامله ترضع منها. ماشي يلا يلا تعال عيب ما تضربش يا عمو. ايه الطفل ده؟ تعالى يا بكتيريا تعالى ما تخافش يا اب. لا انا بخاف من النبي يا عمو. هو فين؟ هو الراجل العجيب اللي هناك ده؟ الراجل التخين ده؟ اه. تخافش تخافش هجيب لك حق. تعالى معايا. لا لا يعني هات لي انت انتصار وانا هعمل اكني ببيع عيش. يا ابني ما تخافش يا ابني انت ماشي مع بكر. تعالى ماليش دعوه انا بخاف اقعد هنا اهو. ماشي بشوقك. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع كده يا معلم؟ ساب مراتك قاعدة مع عبده السباك لوحدهم في الشقة. لا أنا مراتي ماتت من زمان يا هاد. قول يا هاد. الحق يا معلم أبوك بيموت في المستشفى يا معلم. أنا أبويا مات من زمان يا هاد. قول من وش يا هاد. الحق يا معلم الزمالك جاب جون يا معلم. افرح يا معلم. يلا يا أهلاوي يا هاد. ماليش في الزمالك يا هاد. الحق يا معلم محمد محي ينزل ألبوم جديد يا معلم. ما بحبوش يا هاد. قول من وش يا هاد. الحق يا معلم الحق ابنك اتمسك ببانجو يا معلم. ما عنديش عيال يا هاد. امال مين في البيت انت يا عم انت؟ انا قاعد لوحدي يا هاد. فين يا هاد؟ فين الشيشه يا هاد؟ فين اللي جابك هنا يا هاد؟ معلش قول يا هاد. الحق يا معلم خالد جاله بوصيره يا معلم. انا خالد ما شفتوش في رمضان اللي فات يا هاد. قول من وش يا هاد. استغفر عظيم يا رب. المدينة. يا ابني خد يا يا ولد يا بك انتصار يا حبيبتي. وحشتيني يا ابوي وحشتيني. ينعم على قلبك يا ظالم يا ظالم. يا الله حبيبي.
خد رأيك يا مال. حضرتك تقدر تقولي يكون عادي يعني، ما بزعلش. اتفضل. اشمعنى لما يكون؟ حضرتك يا فندم عندي في خبرتي السابقة اللي بيأهلني لده، حيث أني عندني في السي في بتاعي القبض على سياسي خطير إرهابي دولي مجرم إنجليزي إسرائيلي إرهابي مشترك وحاجات كتير تانية كده يعني مسقط نصها، وعملت كل ده يا فندم لوحدي. تفجير أحد المعسكرات للإرهابيين بمفردي بيدي العاريتين لمؤاخذة برضو لوحدي. حماية بعض الشخصيات السياسية الخطيرة تمام، مثل السفراء والأجانب والسياسيين وأصحاب المطاعم. زي مين؟ أدوس بنزين. عيب يا فندم، عيب لما نبقى أولاد كار واحد وتحطني في اختبار جوه اختبار، مش هقول لحضرتك أكيد يعني. شايف نفسك إيه بعد 3 سنين؟ وزير الداخلية. يا سيد يا سيد اتبار يا سيد يا سيد يا سيد اسمعيني وريحيني، ارجعيني وحضنيني، افهميني واسمعيني، تعاليلي وريحيني. ايه يا عم انت اللي انت بتعمله ده؟ يا عم انت ايه اللي جايبك منطقتي دي؟ انت بتكلم مين يا ده حموكش؟ بكلمك انت. انت مش كنت اخرس؟ يا الاخرس بيتكلم والصغار بيكبر. ده ايه المعلومات اللي انت جاي بيها على الصبح دي؟ انت قاري مجلة وجاي ياض ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله من منطقتي يا عم. يلا منطقتك ياض يا هتل. يلا يا عم حرس اتكل على الله من هنا يا عم. انت هتعمل لي شنكل ابن شناكل يا لا لا الله. وفي الاخر هضربك برضو يا عم. يلا بدل ما موتك انت كده طلعت بروستي اللي يا عم. يلا يا حرس بس يا ابني في ايه؟ انتوا فين يا ابني؟ وقت صدق هتفضحنا يا ابني. اتاخرنا على البنات ساعة واقف مستنيك. مش بلبس. بتلبس في ساعة؟ أنا بلبس في 10 دقايق وبقيت الساعة بظبط شعري. شعري يا ابني صعب جدا. يا كوكو طب يلا بقول لك ايه؟ أنت عرفت صح عنوان السينما ولا ايه؟ أيوه قلت للواد بكر اديته 5 جنيه وهو قال لي العنوان. يلا اطلع أنت بس. يلا نقابل البنات. يلا. يا نهار أسود يا نهار أسود. بتعمل ايه؟ والله ما قلت لحد حاجة. استهبلوا يالا؟ عقلكوا المريض صور لكم ان انتوا تقدروا تستغفلوا كونه. والله ما بنستغفله. قلت لك اللي احنا بنعمله ده اصلا غلط. وانت انت حرس يا صاحب عمري بتخبي عليا كل ده. انا كنت هقول لك بس كنت هقول لك لما نوصل هنا. لا مش كونه اللي يتقال له هنا، كونه يتقال له هنا عند الموتوسيكل. عايزين تخرجوا وتتفسحوا مع نفسيكوا من غيري. لا والله كنت هعد عليك اخدك يا غبي. يا غبي انت زعلان عشان عايز تخرج معانا؟ تعال يا عم. تعال يا عم. سعليكو والله العظيم نفسي اتكسر. لا 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 سلامت نفسك. الله يحبكوا. الله يحبك. انا كنت فاكرك زعلان عشان بس هتقابل مين؟ قول لي هتقابلوا مين؟ يلا دور يا باشا. لو هتقابلوا بنات انا عاجبكوا قوي. اه والله. لا يا ابني انتصار باسط. هات النيله. هات انتصار عيانا يا اخي. بقى ما تكبناش. انتصار على عمشك. ما تكبناش بقى في الدنيا. زق افضل ازق للسينما. اعمل بقى ارمي معيش حاجه ارميها. يا لهوي.